راح نوريكم مشتريات لانا من شيئين. طبعا هذا من ضمنهم هو، وهذه اللي بيدي شوفوا كيف مرة حلوة، وهذه كمان، وهذا الحلق والسلسال كلها مشين، وهذا كمان شوفوا حتى الفستان. وش ايش رايكم في الفستان الحلو؟ مرة عجبني، مرة حلو للجمعات. إذا إيه؟ عندكم زوارة فطور روعة مرة، حتى حلو أكثر فستان صراحة عجبني. إيه مرة حلو، مرة أنيق، حتى قماش ويجنن. وهذه القطعة الثانية الأنيقة برضو جلابية مرة حلوة، شوفوا اللون كيف، اللون مرة حلو. هنا رجع سوي الحزام. طبعا مين متحمس العيد؟ كلنا أكيد. أيوه أنا ويزن سوينا، اشترينا حصالة وجمعنا فيها عشان نطلع بالعيد نتمشى فيها، يعني مو نتمشى فيها يعني نسوي الأشياء اللي نبغاها. وطبعا في العيد راح نعلمكم كل شيء في يومنا إن شاء الله، راح نوريكم فرحنا وش سوينا، يعني كل شيء. طيب هو يجي، هو هذا كان بالطقم يجي مع الحزام، وهذا الفستان يلا لبسي الجاكيت. الجاكيت مرة حلوة، مرة هذا حلو مرة للجمعات. شوف كيف أنيق، عشان واحد تعب انه مرة يجنن وأنيق. شوف كيف الكوب حلو مرة، تفاصيله مرة حلوة. ايوه هو مرة ناعم وحلو، وكمان هذه القطعة الحلوة مرة حلوة بالنسبة للألوان، لأنه دائما يحطون شيء لون واحد، أغلب يعني أغلب الفساتين تكون لون واحد يعني، بس تكون حلوة مرة. شوفوا عشان كذا يعني أكثر قطع لونها أزرق. إيه شوفوا نفس الكم يعني نفس الشكل، بس هذا أنعم. أيوه اللي أنت لابسته مرة، هذا يعني ناعم مرة. أيوه بس هذا فخم يعني مرة كذا، مرة حلو يعني جمعات بسيطة مرة جدا حلو، عجبني مرة. وهذا الفستان الرمضاني الجميل كمان أخذناه، بس هذا أخذناه من المعرض. أيوه. يعني ما أخذناه من شيء، مرة عجبني مرة حبيته. أيوه. أنيق جدا. شوفوا كيف أصبوا هذه بعد، شوفوا هو نفس الشنطة مرة تجنن، تقدر تحطون جوالكم يوسع مرة وحلو كمان. إيش رأيكم في اختيارات لنا؟ طبعا في لسه فساتين كثير راح نوريكم هي. شوفوا طبعا هذا الجواطيف، بشوف اذا يدخل جوا ولا شوفوا يدخل، حتى ياخذ ما ياخذ مساحه حتى. ايوه مره حلو ما شاء الله، مره حلو. شوفوا 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 الجمال، مره انيق جنن. ايش رايكم؟ مره حلو. طبعا انا اشتري لها فساتين فخمه واشتري لها فساتين ناعمه كذا، يعني حق الايام العاديه، وايام فساتين لا تكون افخم شويه، عشان اذا في زواره ولا خرجنا مكان ولا يكون عندها لبس فخم. مره عجبني حتى هي من هنا، احس كيف النص مره حلو، يعني شوفوا حتى اللوجو حقه موجود حق المحل. مره حلو يجنن، انيق مره. ايوه مره عجبني، شوف حتى من تحت هذه اللي عجبتني مره شيء كذا مره حلو. هذه الجلابيه مره ناعمه حلوه في البيت تلبس. ايوه مره عجبتني، احس كذا مره حلوه ناعمه وحلو اذا جاكم احد ايوه تلبسوها. ايوه تلبسوها نعم. مره فستان كمان مره حلو في موديل كمان. ايوه موديل من ورا، شوفوا كيف، شوفوا من قدام هذا من ورا، شكرا. شوفوا كيف موديله من ورا، مره حلو هذا زي ما تشوفين، يجنن وحلو وخفيف للجمعات البسيطه. ايش رايكم باختياراتي؟ اعطونا رايكم بالكومنت تحت. الحين راح ننسق معاكم طاوله الضيوف، هذه هي طاولة الضيوف. يلا يا لانا رتبيها، اخذنا اشياء مره حلوه. ايوه اول حاجه هحط هذه،
هنا الأم مبتولة، شوفوا شكلها نحطها قدامكم هنا تشوفون شكلها حلو مرة. ايوه هنا مرة حلو شكلها عشان يعني قدامكم جالسين، وهذا مرة حلو للمعجنات. واخذنا هذه للقهوة مرة حلوة، هذه القهوة مرة تجنن. هذه هي شوفوا زي كذا تكون من جوا، هنا مكتوب نورتونا نورتونا، هنا من جوا تحطون زي الشمعات. ايوه شمعات عشان تسخن الشاي، براد الشاي مرة حلو، هذا الحلو للتسخين مرة يجنن حتى بدون ما يعني بس نحط شمعة. ايوه بس تحطين شمعة. كمان جنب تكون طيب طيب هذه الحلا. ايوه شوفوها من قريب زي الكيكه وكذا. وهذا حق رمضان مره حلو نحطه هنا. طبعا حاولنا ننسق الطاولة بشكل حلو، حبينا ننسق الطاولة بشكل مرتب ويكون حلو علشان ما نتقيد، يعني اشترينا بس الفانوس هذا الأبيض بس أضفناه للطاولة، هو الوحيد اللي حطيناه للطاولة. ايش رأيكم في الطاولة وتنسيقها؟ رجعنا لكم مرة ثانية في رمضان رمضان كريم. بعد هذا حلا دايما نسويه ومرة حلو انصحكم فيه، حلا سهل ولذيذ. لذيذ. ايش المقادير يا لالا؟ هنا بسكوت شاهي وحليب، حليب حار. ايوه وكاكاو او شوكولاتة. هنا كريم ويب. ايوه كريم كراميل. ايوه ودريم ويب وقشطة. يلا ابدأ يسوي الاشياء. دحين اخلط الدريم ويب والقشطة والكريم كراميل. اول شي احط القشطة. قشطة؟ اكيد مع رمضان نحتاج حلا كل يوم، نسوي حلا سمبوسة. ايش راح ايش تفطرون في رمضان؟ قولوا لنا في الكومنت. عطى كلها؟ طبعا لانا لازم تفطر سمبوسة تونة وجبنة سائلة. كلها؟ اي كلها واكيد حلا. انا احلى سمبوسه احبها هي سمبوسه التونه مره حلوه، راح نوريكم طريقتها كمان بعدين. مره حلوه وسهله ولذيذه. الحين راح نحط الكريم كراميل. حطينا القشطه بعدين. ايوه الدريم ويف. ايوه ايوه افتحي دبلين كب كله. ايوه كله. شوفوا لانا تسوي حلا لذيذ جدا، حلا بارد. والحين نحتاج ملعقة، بجيب ملعقة. حطي شوية موية، جيبي موية هنا. اليوم لانا قالت لازم اسوي لمتابعيني حلا كذا. ايوه يلا اخلطيهم. مو تحطوا كثير مويه، شويه بس عشان يساعدنا في الخلط. ايوه طبعا انصحكم مره تسوون الحلا مره حلو روعه. هو لازم هذه المقادير اللي تحطوا لها قشطه ودريم ويب وكريم كراميل شوية موية وشوية موية زي كذا. شوفوا إذا عندكم قارورة موية كذا تحطون.
طبعا خليت فاوة تفض لأنه صار شيء. لا مو صار، يحتاج سرعة بس في الخلط. تعالي حطي بسكويت في الصينية. طبعا انتوا سووا الصينية على قد اللي تبغونه، احنا اخترنا نفس الحجم اللي إيه اللي تحتاجوا يعني على عدد الاشخاص الموجودين. احنا اخترنا هذا، هذا الحل اللذيذ يعني مره حلو بعد السحور. شوف كيف لون صار يجنن، والله مره حلو. لازم يجلس يمكن الفريزر نص ساعه كذا او فريزر. لا في الفريزر نص ساعه بس. الحين حطينا البسكوت كله، يلا الحين بنغطسه. لا لا مو في وجهة واحدة، كامل إيه البسكوت. إيه. ايوه عشان يكون طري شوي. ايوه كذا اسهل حلا واسرع حلا. ايوه مره حلو. الحين نحط الطبق دي والباقي خلاص والحلي خليه عادي. اه يعني يدخل. بسم الله الحين نضيف الطبقة كذا. الله يشهي. نحط كاكاو الحليب العادي ده عشان بنسوي الطبق حق الشوكولاتة. ملعقة نخلطه ونحطه على الفرن. طبعا هنا اضفنا دريم ويب عشان تثقل الطبقة، يعني دريم ويب وحليب وشوكولاتة كاكاو. وصار جاهز حللانا، مرة حلو الحلل صح. راح نحطه في الثلاجة الين يتجمد شوية ونطلعه. خرجنا الحلى من الفريزر زي ما انتم شايفين، مرة حلو يجنن. يلا الحين بقطعه معاكم ونحطه بهذا الصحن. طلعي مسكي هات. شوفوا طبعا طبقات مرة حلو. يلا الحين بذوقها. الله بسم الله. والله مرة حلو كل ايس كريم. هاي الطبقة بالذات جاها كلها ايس كريم كذا، لما تاكلونها احس ايس كريم مرة حلو. بالعافية يا لانا. الله يعافيك. احلى حلا من يد لانا. مرة حلو. هذا كمان اللي فك انه الشوكولاتة. يلا خليكم زي لانا شاطرين كذا وسووا حلا حلو في رمضان وساعدوا امكم.